بالنسبة لتأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، يرى كثير من العلم أنه أفضل من صلاتها في أول الوقت، وهذا مذهب أهل المدينة أن تأخيرها عن أول الوقت أول غروب الشفق مندوب، وهو مذهب مالك تأخير فيها ندب تأخير العشاء في سائر العام. وتأخيرها التأخير الشديد الذي قد يوصلها إلى نصف الليل أو ما وراءه مما لا ينبغي إلا إذا كان الإنسان منشغلا بأمر لا بد منه. وقد ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أحدهما أنه أخر العشاء يوما حتى نام الناس، فجاء عمر وقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، فخرج عليهم فصلى بهم وقال: لقد علمت أنه لا ينتظرها الليلة سواكم. وفي الحديث الآخر أنه أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج عليهم وهم يغطون، أي الناس ينتظرون في المسجد، فأصبحوا لهم غطيط من النعاس، فقال: أما إنه لوقتها بعد منتصف الليل، أما إنه لوقتها ولولا أن أشق على أمتي لأخرتها إليه. فلذلك إذا كان الإنسان لا ينام قبلها فلا حرج. فعمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري كتابه في أوقات الصلاة وقال فيه: وأخر العشاء ما لم تنم، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. قد أخرج ذلك مالك في الموطأ وغيره، وهو كتاب عمر رضي الله عنه التوجيه لولاته، ولكن رواه عنه أبو موسى الأشعري لأنه كان واليا من ولاته. طيب.